صفقة رولكس السرية صدمة في سوق الساعات الفخرة بسويسرا. اخترعت السلع الفخرة واستمرت أكتر من قرن من الزمان في تجارة الأناقة والتميز والجودة. على مدار 3 أجيال استطاعت شركة بوشرير أحد أكثر متاجر التجزئة للساعات والمجوهرات تميزا في العالم أن تتربع على سوق الساعات الفخرة باهظة الثمن والأحجار الكريمة لأثرياء العالم ومشاهيره. بعد قرن من الزمان انتهت أسطورة بوشرير بعد موافقة الملياردير السويسري مالك المحلات الفخرة التي تحمل اسم رئيس مجلس الإدارة يورج جي بوشرير على بيع بوشرير إلى شركة رولكس في خطوة أذهلت عالم تجارة الساعات الراقية بالتجزئة وصدمت عشاق العملاق السويسري. حسب مقربون من الصفقة لم تكشف الشركتان عن شروط صفقتهما أو حجم الثمن العملاق، وقدرت المبيعات السنوية في متاجر بوشرير التي تتجاوز 100 بحوالي 2 ملياري فرنك سويسري أو ما يعادل 2.3 مليار دولار، وده بيمنح الشركة قيمة تصل إلى 4 مليار فرنك سويسري، وقدر أن بوشرير تمثل نحو 5% من مبيعات رولكس. فاجئ قرار مالك بوشرير بالتخلص من الشركة العائلية سوق الساعات السويسري الشهير بسبب حالة الغموض والسرية الشديدة المحيطة به وبصانع الساعات الذين كان تاريخهم متشابك بشدة على مدى عقود في بيان بخصوص الاتفاق. وقالت رولكس ان اختيار الملياردير السويسري لبيع بوشرير لعدم وجود وريث مباشر ليه. شراء بوشرير بيعتبر نقلة نوعية لرولكس وبتتيح لها مزايا من الانتشار ومزيد كمان من الانتشار والحضور في الأسواق الراقية العالمية وكمان فتح أسواق جديدة. بانكير نبض البنوك.